السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جديد، جيميناي، وده أحد محركات الذكاء الاصطناعي عند جوجل، بقى هو الأساسي في جوجل بارد. يعني دخلت جوجل بارد فأنت بتتكلم مع جيميناي، مش بتتكلم مع جوجل بارد، تمام؟ طبعا هو فيه شوية حاجات جميلة جدا. ده الفيديو طبعا مشهور بيتكلم فيه عن جيميناي. وبقى في إمكانية إن أنت تديله صورة هو يوصفها لك ويتكلم معاك عن الصورة ديت. بيقول لك إن هو في تطور كبير جدا، في مهام كتيرة قوي، يعني مش متخصص إن أنت تديله تكست يديك تكست أو تكست صورة أو صورة تكست، لأ كل حاجة بتنفع معاها، حتى الصوت كل حاجة. وهنا بقى بيقارن بينه وبين GPT-4 اللي هو بفلوس، تمام. الفيديو ده طبعا انبهرنا بيه واكتشفنا ان هو مش حقيقي لما جينا نجرب، لا ده هو بس بيتخيل بس، انما مش للدرجة ديت. هو انا بيديله حاجة والذكاء الاصطناعي بيبدأ يتعرف عليها ويبدأ يطور فيها وهكذا. هنا بيديله رسمة، هو بيقول له اعرف لي دي ايه، فبيقول له ان دي بطة، وبيقولها له كذا لغة، بحس أكد إن هو بيتعامل مع لغات كتيرة. طيب تعالى بقى ندخل كده على جوجل بارد اهوت. لو قلنا له هنلاقي إن جيميناي بقت موجودة هنا اهو، ولما بتسأل اي سؤال انت بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي جيميناي، وتقدر ترفع صورة ليه ويبدأ ان هو يوصفها لك، وتقدر ان انت تستخدم المايك وتتكلم معاه صوت لو انت حابب، ممكن تسأله اي سؤال. ودلوقتي حتى بدأ ان انت تديله وقول له ارسم لي صورة ارسمها لك بس بالانجليزي، خلال ايام هيبدأ يدعم الخاصية دي بالعربي. بيقول له اعمل لي خطة ان انا وخمسة اصحابي نقضي يوم حلو كده نلعب وما يكلفناش اكتر من $100، فبيبدأ يختار يديك بعض المعلومات الجيميناي. وطبعا في واحد تاني بفلوس بس لازم تعمل ابجريد.